شارقة شارقة الفن. شكرا لهم على هذا الدعم. النجمة شجون الهجري، أهلا بيكي في سيدة. يا هلا ومرحبا فيك. موجودة لجنة تحكيم مهرجان سينمائي لكنه من نوع مختلف، من نوع خاص، مهرجان للناشئ أو الشباب والأطفال. وصف لنا شعورك وشايفة المهرجان إزاي؟ فرحانة جدا، وهذا وجودي من لجنة التحكيم يشرفني جدا. شكرا للقائمين على هذا المهرجان وكل التوفيق للمشاركين. دي مهم نغرس في الأطفال والشباب من بدري حب الفن والسينما وقيمة الفن والفن الهادف كمان. مهم جدا لأن الطفل تسقل شخصيته من صغره، فإذا نمينا مواهبه نصنع جيل يطلع لنا إنجازات ونجاحات كثيرة. إحنا في الشارقة كمان، الشارقة كيعني عاصمة للثقافة والأدب، كمان قد إيه مهم ودور الشارقة في دعم الثقافة والفن في الوطن العربي؟ مهم جدا، مهم جدا، خصوصا هذا المهرجان، هذه المبادرة للطفل وللناشئة للشباب، دعم جدا كبير. تبارك الرحمن، الشارقة شارقة الفن. شكرا لهم على هذا الدعم. حضرنا إيه لرمضان الجاي؟ بإذن الله تعالى عندي عمل اسمه لعبة كبار للكاتب فهد العليوي.